السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن من موقع خدمات ويب دوت كوم. لو في عندكم أي استفسار خاص بمجال الويب ديزاين أو الويب ديفلوبمنت، خشوا على الموقع بتاعنا واطرحوه إن شاء الله نساعدكم. لو عايزين تستعرضوا الدروس بتاعتنا بشكل منظم ومرتب، خشوا على الموقع بتاعنا هتلاقوا الدروس مرتبة ومنظمة على حسب الأقسام وعلى حسب الدورات. طيب النهاردة هنبدأ نتكلم في كذا نقطة في المالتي لانجويج، بس عايزين قبل نتكلم عليها نشرح حاجة صغيرة كده. ازاي اللارافيل بيهندل موضوع اللغه، يعني ازاي اللارافيل بيتعامل مع اللغه. اولا اللارافيل اول حاجه بيعملها وهو بيشتغل كبروسيس خاصه باللغه نفسها، يعني ايه اللي بيحصل لما يجي يبدا يشتغل على موضوع اللغه. اول حاجه هو بيديكت اللانجوج، يعني بيشوف الموقع شغال على لغه ايه. طيب الموضوع ده فيه نقطتين، يا اما هو بيجيب القيمه الافتراضيه بتاعت اللغه، يعني اللغه الافتراضيه بتاعت الموقع، يا اما هو بيجيب لغه اليوزر قال له هاتها. يعني ايه؟ يعني لو اول مره اخش الموقع كيوزر هيفتح لي اللغه الديفولت اللي هي اول اوبشن عندي، لان انا ما اخترتش لسه، انا كيوزر اول مره اخش ما اخترتش لسه، ما قلتوش انا عايز استعرض الموقع باللغه العربيه مثلا. تمام. طيب في حاله ان اليوزر قال له انا عايز استعرض الموقع باللغه العربيه، بيبدا يجيب ايه؟ يجيب اللانجوج اللي اليوزر قال له هاتها لي. تاني يبقى هو عندي اتنين اوبشن هنا، في حاله انه اللارافيل بيديكت اللانجوج، يعني بيقول له قبل ما اللارافيل يشتغل يعرف هيشتغل بانهي لغه بالظبط. طيب لو اليوزر قال له خش لي باللغه العربيه واللغه العربيه فعلا متوفره على الموقع، هيبدا يخش يشتغل بيها. طيب لو قال لو اليوزر ما قالوش حاجه، هيشتغل بالديفولت بتاع الموقع بتاعه. طيب خلاص هو عارف دلوقتي هو هيشتغل بايه، هيقوم رايح على فولدر خاص بالملفات بتاعت اللغات، وهيبدا يخش جواه يقوم منقي الملف اللي انت طلبته. تمام. ومن جوه الملف ده يقوم جايب القيمه اللي انت عايزها. تاني يبقى اولا هو بيشوف اللغه اللي هيشتغل بيها ايه، ثانيا بيروح على الفولدر بتاع اللغه، ثالثا بيروح يجيب الملف الخاص اللي انت عايزه، رابعا بيبدا ايه يجيب القيمه اللي انت عايزها. دي دوره حياه الايه اللغه في الارض. طيب شوف النهارده هنتكلم في ايه بعد ما استوضحنا النقطه دي. طيب اول حاجه محتاج ان اعرفها اللغات او الملفات بتتخزن فين. ما احنا قلنا هنا في فولدر خاص باللغات. تمام. فانا عايز اعرف اللغات دي بقى الملفات دي فين بالظبط على اللارفل. طيب الملفات دي تبقى موجوده في الريسورسز في اللانج، بتخزن هنا الملفات دي اهو. جوه اللانج هتلاقي فولدر خاص بكل لغه، يعني لو عندي مثلا لغه انجليزيه ولغه عربيه، هيبدا يقول لي عندي فولدرين، فولدر خاص باللغه الانجليزيه وفولدر خاص باللغه العربيه. لو عندي ثلاث لغات هيبقى عندي ثلاث فولدرات. تمام. يبقى انا دلوقتي اهو اول حاجه عندي فولدر اللانجوج، ادي الفولدر اللانجوج. طيب لو فتحنا فولدر اللانجوج ده هتلاقي جواه ملفات، وده طبيعي جدا اهو، قلنا هو بيفتح الفولدر جواه ملفات، هو بينقي الملف اللي هو عايزه. تمام. ادي الملفات بتاعت اللغات. طيب ادي ملفات اللغه الانجليزيه، اوكي ملفات اللغه الانجليزيه، جوه فولدر اللغه الانجليزيه بنلاقي ملفات اللغه الانجليزيه. طيب لو فتحنا مثلا الاوث، الحاجات دي على فكره موجوده بشكل افتراضي جوه اللارافيل، يعني هو بيعملها لوحده. تمام. لو دخلنا على الاوث هنا هنلاقي هو هنا حاطط الرسائل بتاعت الاخطاء بتاعت اللوجن، وانت بتعمل لوجن بتظهر شويه رسائل، هي دي الرسائل اللي بتظهر لك. طيب المين دي انا ضايفها، فهي المفروض ما تبقاش موجوده. تمام. هي بس بيبقى موجود الاربع ملفات دول. طيب الباجينيشن برضو الكلام اللي بيظهر في الباجينيشن هو حاطه هنا. طيب الباسوردز الكلام او رسائل الاخطاء اللي بتظهر وانت بتعمل ريسيت للباسوردز بتظهر من هنا. طيب الفاليديشن، طبعا الفاليديشن كبير جدا فهتلاقي فيه ملف كتير كبير زي ما انتم شايفين كده، اي خطا في الفاليديشن بيظهر هنا، بيجيب القيم بتاعته هنا. طيب يبقى احنا خلاص اهو، يبقى احنا اول حاجه عرفنا مكان الفولدرات، الفولدر بتاع اللغات فين، وعرفنا الملفات بيبقى شكلها عامل ازاي، واخر حاجه بيجيب القيمه بقى. يعني مثلا لو انا مثلا كيوزر، تعالى عشان الموضوع يبقى واضح بالنسبه لكم قوي، انا كيوزر بعمل لوجن وانا اللغه بتاعتي انجليزي. تاني انا يوزر بعمل لوجن واللغه بتاعت الموقع دلوقتي انجليزي، فهو حصل معايا ايرور في اللوجن، ايه اللي هيحصل بقى في الحاله دي؟ اولا اللارفل هيبدا يشوف اللغه بتاعتك ايه، انجليزي، راح على فولدر الانجليزي اهو، ادي فولدر، انا في فولدر الانجليزي. تمام. انت بتعمل ايه؟ بتعمل لوجن. تمام. هات لي الملف الخاص باللوجن، فيبدا هو هنا يسيرش، ده في ملف خاص باللوجن اسمه اوث. تمام. هات لي قيمه الايرور بقى، فهنا هيبدا يتشيك هل اليوزر عمل ايرور عامل ازاي، فيلد، هيبدا يظهر له الرساله بتاعتها اهي. الموضوع واضح كده بالظبط زي ما اللارافيل بيعمل، احنا شرحناه بالظبط. تاني يبقى اولا هو بيديكت اللغه، ثانيا بيروح يشوف الفولدر بتاع اللغه اللي انت جواها، بعد كده يروح يشوف الملف بتاع الايرور او الملف اللي انت عايزه. تمام. ثالثا بيجيب القيمه. ده دوره الحياه القصه بالظبط.
تمام. يبقى احنا كده اتعرفنا اول نقطه اللارافيل بيسيف ملفات اللغات فين بالظبط. طيب ازاي احط اللغه الافتراضيه في الموقع؟ احنا اتفقنا ان اول ما اليوزر بيخش على الموقع بيبقى في لغه افتراضيه بتظهر له ايا كان اليوزر ده مين، والله لو من امريكا، لو من مصر، لو من السعوديه، لو من افغان، ايا كان دوله، ايا كان لغته، اللارافيل بيظهر لغه افتراضيه. طبعا احنا ممكن نعدل ده في الابلكيشن بتاعنا، بس دي طريقه عمل اللارافيل. اوكي طيب ازاي احدد اللغه الافتراضيه دي؟ بكل بساطه اروح على كونفج على الملف اللي اسمه app.php، هلاقي هنا متغيرين اساسيين ضروريين جدا نتعامل معاهم، اللي هو اللوكال والفول باك لوكال. يعني ايه اللوكال؟ اللوكال دي اللغه الافتراضيه، يعني انا لو مخلي دي انجليزي، اول ما اليوزر بتاعي يخش الموقع هيبقى اللغه بتاعته انجليزي، ما فيهاش نقاش. تمام. طيب الفول باك لوكال دي يعني ايه؟ فرضا مثلا انا عندي هنا اف ار، قلت له هات لي اللغه اللي اسمها اف ار. لو انا قلت له هات لي اللغه اللي اسمها اف ار، اللارافيل اول حاجه يعملها ايه؟ اول ما يفتح الموقع هيديكت ده لقى ان اللغه دي اف ار. طب هروح دلوقتي على الريسورسز، على اللانج، هشوف هل في هنا فولدر اسمه اف ار؟ لا مفيش فولدر اسمه اف ار. طب هنا بقى في ايرور حاليا، لان هو انا طلبت اللغه مش موجوده. ساعتها اللارافيل هيستعين بالفول باك لوكال. الفول باك لوكال دي اللي هي اللغه اللي زي ما تقول ايه، الباك اب، او اللغه اللي هي لو ما لقاش اللغه الاساسيه بيروح لها. تمام؟ او لو ما لقاش قيمه معينه بيروح للغه دي. هنشوف الكلام ده قدام، بس المهم ان الفول باك لوكال دي هي اللغه الافتراضيه اللي لو في ايرور في اللغات بيروح لها على طول على الفول باك لوكال. طيب دي نقطه. طيب ازاي كاريت بقى لغه جديده؟ اولا عشان اكريت لغه جديده لازم يبقى ليها فولدر جوه اللانجوج. هروح على اللانجوج، اقول هنا نيو، هسمي اللغه بتاعتي اي ار مثلا، اقول له اوكي. تعالوا جوه الاي ار نعمل ملف جديد، نيو بي اتش بي فايل، هسميه مين دوت بي اتش بي. اوكي ثواني، احنا هنا تعالى بس نعمل رينيم، ريفلكت رينيم، هنشيل دي كده خلاص. اوكي طيب، وهروح اعمل نفس الملف في اللغه الانجليزيه. طبعا طالما انا عندي ملف معين جوه اللغه لازم يبقى ليه قيم مماثله او ملف بنفس الاسم في اللغات الثانيه، وهقول لكم ليه دلوقتي. بس المهم دلوقتي انا عندي هنا مين، زي ما عندي مين في العربي لازم يكون عندي مين في الانجليزي. ادي المين بتاعي في الانجليزي. طيب اوكي طيب، انا المين اهو بتاع العربي، هقول له هنا كل اللي هقول له هنا ريتيرن، واعمل اري بالشكل ده، واقول له هنا مثلا لو انت اليوزر بيستعرض الموقع باللغه العربيه وقال لك هات لي قيمه اللوجو، ساعتها استعرض لي او اظهر لي الاسم ده، خدمات ويب. تمام. طيب لو انا اخدت دي كده كوبي حطيتها في اللغه الانجليزيه وقلت له لما اليوزر يستعرض لي الموقع باللغه الانجليزيه وطلب الكي اللي اسمه لوجو، ساعتها ظهر لي الكلمه دي. اقول له هنا خدمات ويب بالشكل. طيب دلوقتي ازاي بقى نستدعي اللي هي اخر حاجه عندي؟ ازاي هنا انا كده خلاص عملت لانجوج جديد، انا عندي لغه عربيه. اوكي اخر نقطه عندي في الدرس النهارده، ازاي استدعي القيمه اللي انا عملتها؟ ازاي اطلب كلمه لوجو دي من الفيو بتاعي؟ طيب هروح على في فيو اصلا بيبقى موجود جوه اللارافيل بشكل افتراضي اسمه ويلكم. تعالوا نشيل كلمه لارافيل دي، نقول له هنا ترانس بالشكل ده، واقول له بالله عليك روح لي على الملف اللي اسمه مين. يبقى اول حاجه بحط اسم الملف اللي انا بطلبه، انا دلوقتي بطلب الملف اللي اسمه مين. اوكي دوت هات لي الكي اللي اسمه لوجو. تمام قوي كده. يبقى تاني لما بقول له في فانكشن اسمها ترانس، ترانس دي فانكشن جوه اللارافيل، امبيدد جوه اللارافيل، بتروح تجيب لي ملف اللغه وتجيب لي القيمه اللي جواه، بتجيب لي القيمه اللي جواه. طيب انا دلوقتي لو رحت عملت ريفرش ايه اللي هيحصل؟ عملت ريفرش للارفل، ايه اللي حصل؟ ظهر لي خدمات ويب بالانجليزي. ليه؟ لان هو دلوقتي اللغه الافتراضيه عندي ايه؟ انجليزي في الموقع اهو. تعالوا كده نتشيك على اللغه الافتراضيه عندي انجليزي، فهو راح على لغه الانجليزي، راح على ملف المين جوه اللغه الانجليزيه، قال لي هات لي القيمه اللي اسمها لوجو، فعلى طول راح ظهر لي الايه؟ ظهر لي قيمه اللوجو اللي هي خدمات ويب. طيب لو انا رحت دلوقتي على الاب كونفج، على الملف اللي هو بتاع الكونفج اب، عذرا كونفج اب، قلت له خلي
لاحظوا معايا ان هنا ان انا كنت عامل اف ار، هو جاب لي ايه اللغه الانجليزيه اللي هي الفول باك لو انتوا فاكرين اللي هو انا ما عنديش اصلا حاجه اسمها اف ار، ما عنديش لغه اسمها اف ار، تمام؟ عشان كده هو جاب لي الاي ان او اللغه الانجليزيه. طيب المهم لو قلت له خلي لي اللغه الافتراضيه عندي اي ار اللغه العربيه، فهو دلوقتي انا خليت اليوزر او خليت المواقع او اللارفل يديكت ان اللغه عربي، فيروح على فولدر العربي، هيروح على المين الفولدر اللي او الملف اللي اسمه مين ويقول لي هات لي اللوجو. فطبيعي جدا 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 بعد القصه دي هيظهر لي خدمات ويب باللغه العربيه. اعتقد الموضوع واضح بسيط جدا بعد اللي احنا عملناه وبالاسلوب الشرح اللي احنا عملناه. اشوفكم الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.